من قلب المحن بيجي النور، ودايما في شباك امل جوه العتمه، ما بيشوفوش غير اللي عايز يشوفه، اللي بيحاول وبيقاوم وما بيستسلمش. مفيش حاجه اسمها شر، لكن في حاجه اسمها ازمه وهتعدي. موضوعنا النهارده يخص اي واحده ست. موضوعنا النهارده ايه هو مفتاح قلب الست؟ يلا بينا نشوف الراجل الذكي هيقول لنا ايه. يلا بينا. النهارده بنتكلم عن موضوع يخص الست. يا ترى ايه هو مفتاح قلب الست؟ قلبها. يعني معنى اوضح، عايزين نعرف الرجاله ان كل ست وليها مفتاح، بس في حاجات معينه تمشي مع كل الستات. يعني بالنسبه للاهتمام، الثقة بتاعت الإنسان اللي قدامه، ثقة مهمة في العلاقة طبعاً، أهم حاجة. بيقولوا الوتد الرئيسي لبناء أي علاقة في الدنيا وخاصة بين الراجل والست الثقة رقم واحد. وإيه تاني ممكن؟ الحب، الاهتمام. أي ست تتمنى أن في شريك حياتها يكون فيه ثقة وأمان وحب واهتمام. إحنا النهاردة بنتكلم عن مفاتيح قلب الست، عايزين نعرف بعض الرجالة مفاتيح قلب الست. الست اهتماماتها إيه؟ الصدق بس. صدق بسيطة. بسيط جدا، يبقى صادق بس، ما تضحكش عليا. وايه تاني؟ بسيط جدا بس كافي. الاهتمام هو لو صادق هيجيب الباقي، فاهم؟ الموضوع بسيط قوي. يعني الصدق، شايفه ان الصدق يجيب الثقة مثلا؟ هيجيب كل حاجة بس يبقى صادق، ما يكذبش بس، هو موضوع بسيط والله. يعني ولو صادق ويقول كل حاجة بأمانة، ما يضحكش عليا. طب ما يمكن يكون الطرف الثاني او الست من كتر ما هو مثلا خايف من المشاكل اللي قدامه بيكذب او بيتهرب. لا لا، هو بيبقى عنده علاقات متعدده فبيكذب، خيانه يعني، خبي فلوس عشان يعمل حاجات كتير. لا لا، هو الموضوع اكبر من كده. هي يعني ما فيش صراحه شفافيه كامله علشان هو يعيش حياته بالطريقه اللي هو عايزها وانت ما تضغطش عليه. فبالتالي وصلنا لنفس النقطه، الست بتحس، كل ست بتحس طبعا. هو تاني الصدق بس، هو كافي. لو دي حصلت شكرا. متجوز؟ متجوزه. بتاخد مراتك وتقعد على البحر؟ اكيد طبعا. طيب ايه هو مفتاح قلب الست؟ والله الست دي طبعا هي عمود البيت، وهي هي ظل البيت، وهي ظل الدنيا طبعا. الست دي احنا الست دي في البيت يعني تعتبر هي البيت كله يعني. الله. يعني ما شاء الله احنا بنعتز. يعني اهم حاجه الست تحبها في الراجل بتاعها تكون ايه؟ تكون ست بتخاف على رجلها لا ما اقصدش. الست تحب في الراجل ايه؟ تحب في الراجل ادب واخلاق والتزام، ده اللي تحبه الست. تحب انه يبقى راجل، شايفاه انه راجل. يعني ايه راجل؟ راجل من وجهه نظرك يعني ايه راجل؟ من وجهه نظري الرجوله دي في المبدا دايما الست بتدور على الكلمه الحلوه. ايوه، والطبطبه والحنيه والامان. طبعا الموضوع طبعاً. بسيط صح؟ فعلا بسيط والله، بس اوقات احنا كرجاله بنصعبه. فعلا احنا كرجاله، بس هي مشقه الحياه ومتاعب الحياه والدنيا دي. ساعات انت معلش يعني تتعرض لحاجات بتتعب منها شويه، فتلاقي نفسك مثلا داخل البيت مخنوق تعبان. هي كمان عليها واجبات؟ هي برضو عليها واجبات طبعا. هتتعب